لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية نرحب بالدكتور العزيز والضيف الكريم الدكتور المجاهد خالد القدومي، ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس فيما بيننا، ونتشرف بقدومه وحضوره في وسطنا، ونحن نفخر بهذا الحضور الكريم. قضية القدس وقضية الشعب الفلسطيني المسلم المجاهد هي من أهم أولويات الأمة الإسلامية. إذا كانت الأنظمة قد غفلت أو تريد أن تمحو ذاكرة الشعوب من خلال خطواتها التطبيعية، فإن الشعوب متمسكة بقضية القدس وقضية فلسطين وقضية الحق الشعب الفلسطيني في كامل تراب وطنه، وهذه المسألة التي يسعى من خلالها أنظمة الخليج على وجه الخصوص، الذين هم أدوات لقوى الاستكبار يسعون من أجل حرف البوصلة. هناك مشروع كبير تشرف عليه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، ويقوم بتنفيذه أدواتهم في المنطقة، آل سعود وآل نهيان وآل خليفة، من خلال استبدال العدو الحقيقي بعدو آخر وهمي، وهو استبدال الكيان الصهيوني اللقيط بالجمهورية الإسلامية. وإذا رجعنا إلى أصل وصلب حقيقة الأمر وجوهر الأمر، هو أن مشكلتهم الكبيرة مع الجمهورية الإسلامية هي تبنيها لقضية فلسطين وقضية القدس. لو أن الجمهورية الإسلامية اليوم تعلن رفع يدها عن قضية فلسطين وعن قضية القدس لتوقف هذا الحصار وتوقفت كل الضغوط على الجمهورية الإسلامية. ولكن الجمهورية الإسلامية بقيادة الإمام الخامنئي حفظه الله هي متمسكة بمبادئها ومتمسكة بأهدافها التي انطلقت من أجلها بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وأول قضية دعمها الإمام الخميني هي قضية القدس، حيث استبدل السفارة الإسرائيلية بسفارة لفلسطين، وأعلن عن يوم القدس العالمي، وجعل قضية القدس هي بوصلة الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب. لقوى الاستكبار أدوات في هذه المنطقة، وهذه الأدوات وعلى رأسهم هم حكام الخليج الذين يحكمون السعودية وبلاد الحرمين والإمارات العربية والبحرين. لذلك نجد أن هذه الخطوات مع خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني هي خطوات لا تمثل شعوب المنطقة، وأن شعوب المنطقة هي بريئة من كل هذه الخطوات التطبيعية، وأن الشعوب لا زالت تحتفظ بحقها الطبيعي في الدفاع عن قضية فلسطين وقضية القدس، وإن ما يقوم به الأنظمة هو خيانة وتزييف للإرادة الشعبية في المنطقة. نؤكد على إدانتنا الكبيرة أولاً لاستضافة الوفد الصهيوني في البحرين من قبل الخليفيين، ونؤكد ثانياً إدانتنا للقرار الأمريكي في تصنيف الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. الصهاينة والأمريكان هم رعاة الإرهاب، هم من يقتلون أطفال فلسطين ونساء فلسطين
وهم من يقتلون إخوتنا وأعزتنا أطفال اليمن ونساء اليمن، وهم من يثيرون الفتن في منطقتنا، الفتن الطائفية والفتن القومية والفتن المناطقية، كل ذلك من أجل حرف بوصلة الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب وإشغال الأمة بصراعات أخرى لكي لا تنشغل ولا تستعد لمواجهة العدو الحقيقي وهو العدو الصهيوني. نؤكد وقوفنا مع إخوتنا في فصائل المقاومة الإسلامية، حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وكل الفصائل الإسلامية في فلسطين المقاومة، وفي حقهم في الدفاع عن أرضهم ووطنهم وترابهم. في الأخير هناك ثلاث دعوات: الدعوة الأولى للذين يشاركون في مؤتمر ريادة الأعمال، ندعوهم لأن يتوقفوا عن مشاركتهم وأن يقاطعوا هذا المؤتمر الذي يقام في البحرين من أجل تمييع القضية الفلسطينية، قضية المسلمين والعرب. والدعوة الثانية هي الدعوة لمقاطعة كل من يشارك في هذا المؤتمر. لدينا تجربة انطلقت في عام 2000 عندما حصلت الانتفاضة الفلسطينية، كان هناك هبة شعبية قامت بمقاطعة كل البضائع الأمريكية والصهيونية. نحن اليوم ندعو أبناء الشعب البحريني إلى مقاطعة كل المؤسسات التي تشارك في مؤتمر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. والدعوة الثالثة والتي نختم بها هذا اللقاء، دعوة لأبناء شعب البحرين بأن يعلنوا عن غضبهم وعن رفضهم لمشاركة الوفد الصهيوني من خلال التظاهر والاحتجاج في أيام وفي أسبوع رفض التطبيع ومقاومة التطبيع في البحرين. والسلام عليكم، ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها لأرواح شهداء فلسطين وشهداء الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.